طب حضرتك يا فندم كاستاذ للقانون العام سمعت قبل كده في حياتك عن حاجه اسمها التهجير الطوعي اللي هو يا اما تمشي يا اما اقتلك هو ده يبقى طوعي برضه؟ لا. لا مش طوعي يا فندم هو اسمه تهجير قسري ايوه ما قال لك لا ما هو خلاص لما لقوا النغمه دي مرفوضه ومصر وقفت ضدها بقوه هي والاردن صحيح قال لك لا التهجير الطوعي بقى روحوا تركيا روحوا الامارات م. روحوا يعني رايحين يعني فاكيشن يعني ياخدوا ويك طبعا يعني. ما سمعناش حاجة قبل كده ولا في حاجه في القانون تقول حاجه طب طب ايه اللي ممكن بقى تتوقع حضرتك من القضيه الاولى جلسات 11 يناير دي وايه اللي ممكن تقدمه اسرائيل تثبت بيه طبعا كالعاده هتقول ان حماس هي المجرمه وانه احنا ما بنقولش ان حماس بريئه لكن اقصد اقول يعني هي هتقول ايه؟ م. فايه اللي ممكن يجنى من وراء حاجه زي كده يعني؟ اسرائيل ممكن تعلق او ممكن تقدم في دفاعها ان حماس قامت بالاعتداء على المدنيين في تل ابيب، قامت باطلاق الصواريخ وان ما فعلته اسرائيل ما هو الا دفاع شرعي عن المقدرات بتاعتها. طيب لو جينا لفكره المحكمه، محكمه العدل الدوليه. نفترض يعني نحسن الظن في المحكمه وان المحكمه اصدرت حكم ضد اسرائيل. م اين اليه تنفيذ تلك الاحكام؟ م يعني دي اشكاليه كبيره في ناس كتير جدا ما اتكلمتش عنها. نفترض ان انا فرضت حكم على اسرائيل بسبب ارتكابها للمجازر الوحشيه في الاراضي الفلسطينيه. إيه؟ كيفيه تنفيذ هذا الحكم؟ لم المح... يتحدث القانون الدولي الانساني عن هذا الامر او قانون المحكمه الجنائيه الدوليه عن فكره تنفيذ الحكم ضد الدول. إيه مش مثلا زي تنفيذ قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع مثلا صحيح. اللي هي بالقوه اللي بتدي بالزبط. حق للدول الكبرى تاخد عساكرها وتروح تعمل اللي هي عايزاه. بالظبط يا فندم. قانون بقى المحكمه العدل الدوليه لم يتطرق لفكره تنفيذ الاحكام وبالذات حضرتك النهارده لما حتى لو صدر حكم ضد اسرائيل انت طبعا عند سعادتك في دول كبيره ودول عظمى تساند اسرائيل طبعًا. زي طبعًا أمريكا, طبعا امريكا ودول اخرى. م. فطبعا يعني ايه اهو نقعد بقى نتكلم شويه كده ونطلع حكم. مثلا. بس وخلاص. مثلا. وما فيش اي حاجه واحدة كده صحيح. طيب آه، الامريكان آه يعني امبارح كان في وفد من الكونجرس والنهارده ووزير الخارجيه الامريكي جاي كمان يومين ايه اللي بتتوقعه حضرتك او ايه اللي اللي مش عايز اقول يعني ما يدور خلف الابواب المغلقه لانه الاستهلاك الاعلامي له جمله اللي هي يعني الناس برضو حاسه انه ايه بقى طب اشمعنى يعني دلوقتي وايه الزن ده اللي ورا بعضه ورا بعضه في ايه؟ يعني خلينا نشوف فكره حتى لو هم جايين وبيحاولوا ان هم يقعدوا مع طبعا مع الرئيس الرئيس اكد في نهايه الزياره كل مره آه رفض مصر التام للتهجير القسري للفلسطينيين أي آه الوصول لحل عادل وسلمي للقضيه الفلسطينيه حق الشعب الفلسطيني في آه اقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه مصر تقف يعني نقول مصر هي الوحيده التي تقف خلف القضيه الفلسطينيه منذ ان بدات الحرب ومنذ قبل ذلك مصر دا الداعم دايما لحقوق الشعب الفلسطيني مصر اللي بتساعد بوصول المساعدات للأراضي الفلسطينية وقد يكون مصر تخلى عنها العديد من الدول ومصر هي الصامدة كذلك أكد الكونجرس الأمريكي في زيارته امبارح على دور مصر الداعم في المنطقة العربية ودور مصر في التأثير على المنطقة في أمن سلام المنطقة من بالكامل طب هل تتوقع حضرتك يعني هل هل القانون العام يتوقع يعني لما بيبقى خبير سياسي اقدر اقول له تحليلك بيقول هيحصل ايه لكن هل نقدر كده نستشرف ايه اللي هيحصل في يعني قال لك الحرب لازم ست اللي هو سمير فرج قال لك لازم تخلص الشهر ده يعني مع انه كل الاطراف بتتحدث عن عده شهور هتخلص في خلال شهر آه هل حضرتك لديك توقع ما بناء على الخطوات يعني هل في بما ان اذا مثلا طبعا اللي هو سمير فرج خبير امني وليه باع طويل وجهه نظره طبعا تحترم ولكن وفقا يعني لو وجهه نظر القانونيه ما فيش حاجه تقدر تحدد الحرب حاليا يعني بعد طبعا استهداف احد القياديين في حماس ناس كتير توقعت ان شكل الحرب هيتغير سيتم رد مثلا من حماس او رد من كتاب القسام على ما فعلته إسرائيل في استهداف القيادي ولكن وجهة نظري لن يغير ذلك في شكل الحرب إسرائيل يعني دي. وجهه نظر دي وجهه نظر ايوه يعني حضرتك بنيتها على ايه على ان حماس ما عندهاش اكتر من كده تعملوا على ان هم متفقين على ان ايه بالظبط ال السدال ما بينهم الاثنين الحرب رايحه جايه هم آه. بيضربوا ودول بيضربوا اه بس خد بالك انه اغتيال صالح العروري ده دي نقطه هيلعب بيها نتنياهو ما عملش اي حاجه ما حققش اي حاجه من سعيد. يبحث نتنياهو منذ بدايه الحرب عن آه يعني ايه انتصار أو انتصار أو وحيد أو هذا هو الانتصار الوحيد اللي بالضبط يعني ما رجعش اسير واحد مثلا صحيح. بكل الجيوش الجراره بتاعته صحيح صحيح صحيح, آه. صحيح طيب آه المواثيق ال 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 الدوليه هل تستطيع ان تحمي الفلسطينيين الان من القصف؟ طبعا يا فندم اتفضل الامم المتحده قانون المحكمة الجنائية الدولية اللي نص عليه في نظام روما الأساسي، وعايز أقول لحضرتك إسرائيل منضمة لهذا الميثاق ومصدقة عليه، النهارده أقدر إن أنا أحيل إسرائيل أو أشخاص مسؤولين فيها للمحكمة الجنائية الدولية في حالة إذا تحرك مجلس الأمن وأحال ما ارتكبته إسرائيل في فترة الحرب في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تحرك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وبدأ مباشرة التحقيق في مثل تلك الجرائم التي ارتكبت، وقتها أنا أقدر إن أنا أحاسب الشخص المسؤول في نتنياهو عن الجرائم التي ارتكبت في إسرائيل، هل القانون أو المواثيق الدولية تقدر تحمي الشعب الفلسطيني؟ لو تحركت فعلا وبقى في مسؤول بيتحاسب أتوقع إن وقتها الحرب قد تقف عند هذا المسار.